إذن كما قلنا الأسياخ ديالنا راه هي هذه الأسياخ ديالنا، أسياخ ممتازة جدا وعملية تطعيم، سواء طعمناها بالنقرة أو بالذهب أو أي حاجة راه تعطي نتيجة ممتازة. إذن كيفاش غادي نقدروا، يعني السؤال المطروح هو كيفاش غادي نقدروا نحددوا الهدف بشكل يعني ممتاز، بشكل حقيقي وبشكل يعني بشكل صحيح. أول حاجة تيكونوا عند الأسياخ بحال هكا تخدموهم وتنديروا التطعيم ديالهم هنايا. الا كان عندنا جزء صغير من اللي معدن تندخلوه في هذا الداخل ديال هذا الراس هذا، عندنا جزء كبير تنلصقوه هنايا بشي سكوتش ولا شي حاجه، يعني بشكل هادي. هذا في حاله ما عندناش شي جزء صغير، عندنا مثلا شي خاتم ما بيناش نهرسوه، ما بيناش، لان هنا خص ضروري شي حاجه تكون صغيره. ثم تمشيو للبلاصه فين بغينا نقلبوا بهذه الطريقه، هذه بهذه الطريقه هذه تنمونطيو الاسياخ ديالنا باش يكونوا بحال هكا، تنخليو بيناتهم 20 سنتيم وتنبداو وتنخليهم يعني يجرونا للبلاصه فين كاين فيها فين كاين الهدف. حيت دابا الاسياخ الا خدمناها في اي بلاصه غتعطينا، ولكن في البلايص اللي ما فيها والو تتعطينا اشارات ضعيفه بزاف او لا خاطئه. مثلا تعطيك واحد الاشاره مثلا على اليمين تتبعها شويه تتمشي تتغبر، او لا تعطيك عاوتاني على اليسار وتتبعها وتعطيك عاوتاني، يعني تكون اشاره يعني وهميه، تتسمى اشاره وهميه يعني ماشي ثابته، ماشي اشاره ثابته. اما ملي تكون عندنا اشاره ثابته او لا كيفاش غنحددوا هدف حقيقي، هدف حقيقي كيف ما بغى يكون، سواء كان معدن او لا فراغ، المهم نحددوا هدف حقيقي ثابت. كيفاش غنحددوه؟ اول حاجه تنبداو كما قلت في الاول، تنبداو في البحث. الاسياخ تيديونا لواحد النقطه، تيديونا واحد النقطه وتيعطيونا واحد الاشاره اللي هي قويه، تتكون اشاره قويه واشاره يعني باينه، ماشي داكشي اللي مشكوك فيه. اذا كانت اشاره مشكوك يعني ضعيفه فهذا غالبا غادي يكون يعني اشاره وهميه. الى عطانا اشاره قويه وواضحه تنمشيو ليها، تنحددوا النقطه. الى دزنا ديك النقطه الى الامام الاسياخ ديالنا تيديروا الانفراج وتيعطيونا باش نرجعوا للور. هنا تنحددوا النقطه، تقول متين هذه هي النقطه ديال 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 الهدف. اش تنديروا في هذه الحاله؟ هذه الحاله يعني الخطوه الثانيه هو اننا تنجيو من اربعه الاتجاهات، تنجيو من اليمين يعني من الجنوب، وتنجيو من الشمال يعني الى بديت من الجنوب راه من اليمين تعطيني تيما ديك النقطه، مشيت من الشمال تعطيني عاوتاني ديك النقطه، مشيت للشرق تعاود تعطيني النقطه نفس النقطه، جيت لجهه الغرب بديت من جهه الغرب تعطيني عاوتاني النقطه. يعني في اي جهه مشيت ديما تعطيني نفس النقطه، واي اتجاه في اي اتجاه جيت منه تعطيني ديما نفس النقطه. يعني هذه تعطيني بانه راه كاين هدف محتمل بنسبه 60% حتى 70%. هذا يعني هادشي يعني مبني على تجارب. ثم كما قلت عاوتاني في الاول تنديروا ديك التحقيق عاوتاني الاخرى، يعني طريقه اخرى باش غادي نحققوا، اننا تندوزوا مثلا الاسياخ تيديونا هذه النقطه، هذه تندوزوا هذه النقطه هذه تندوزوها لقدام، وبالتالي الاسياخ اش تيديروا؟ تيديروا الانفراج وتيرجعونا للور. هذا دليل على انه راه كاين الهدف. وباش نحددوا الهدف تنحددوه بالتطعيم، يعني تندير التطعيم. الا كنت تنقلب على الذهب تندير الذهب هنايا، الا تنقلب على النقره تندير النقره، الا تنقلب على الفراغ مثلا الخوا تندير المغناطيس، تندير الهنت المغناطيس العيار، كل واحد اش تيسميه، وتحددوا الهدف. والا كان يعني واحد النقطه اخرى مهمه اللي هي الا كان شي جهاز تيصوني يعني ديال الصونيت عاوتاني تيكون مزيان، تيكون حسن باش تاكد لك مزيان. الا ما كانش راه تتخدم بهادو وتطبق هاد الخطوات اللي قلت لك، وبالتالي يعني بحال هكا الناس تيطبقوا هاد الخطوات هادو وتيحققوا نتائج مزيانه، تعطيك نتيجة 60% 70%. إوا الله يصل الأمور للجميع. الأسياخ ديالنا كيما تشوفوا هكا ديما طابل، جودة ممتازة وخدمة نقية.